من جانبه أكد المدرب الكروي سعد حافظ في تصريح لبرنامج حديث الملاعب أن هناك تخبط إداري واضح من قبل اتحاد كرة القدم في التعاطي مع مجريات الأحداث الرياضية الأخيرة. لما لجنة المنتخبات تعيد وترضخ لرأي الشارع وتعيد المدرب، هل أعادت المدرب السؤال لهم؟ هل أعاد المدرب لقناعات؟ أنا جاي أسألك اليوم. لا هم، أنا أسألهم، أنا أتمنى أسألهم هم، يعني اللي عادوا المدرب، هل هي قناعة وثقة؟ يفترض أنه هم محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى، وهم يمثلوا الشارع، يمثل مشاعر الشارع ومشاعر كل الرياضيين. اليوم عندما تعيد المدرب، بالأمس أبعدته، هل كان قرار فردي؟ كان قرار منا قبل الرئيس أو من الرئيس؟ أسمع من هنا ومن هناك، أنا لست بصراحة استاذ عمر، قرار من نائب الرئيس على حد المعلومات. إذن ما دور الاتحاد؟ ما دور أعضاء الاتحاد بهكذا قرار مفصلي تقيل المدرب وتبلغ المدرب؟ تبلغ المدرب، وهذا ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أنه أبلغ المدرب أنه مع السلامة الوكيل ماله، وكيل أعماله، ومع السلامة.